الفكره ديال الفيلم على الحياه التوريه الشاوي كان خص فكره لابد كان خصها تخرج للوجود، لان توريا الشاوي كاين معلوم الناس عارفين القصه ديالها وحياتها كيفاش كانت فوقاش بدات وفوقاش انتهت، ولكن ما عارفينش التفاصيل، ولكن الاغلبيه ديال المغاربه ما عارفينش وخصوصا الشباب. هذا الفيلم هذا كان لابد خصو يكون باش يتكلم على حياه هذه الايقونه المغربيه اللي هي من مواليد 1936 واستشهدت على يد غادره في 1956 في 1 مارس 1956، يعني كان عندها 19 سنه. هاد البنت هاد الشابه المغربيه اللي هي عنوان المقاومه، عنوان الصمود، عنوان ومثل ديال الصمود ديال المرأة المغربية. هاد الشابة توريا الشاوي نشأت داخل أسرة مثقفة، داخل أسرة عريقة، ولدت بمدينة فاس كيف قلت في 1936. كان الفضل يرجع أولا للبحث اللي داروا السي ربيع الجوهري كمخرج، ولكن منذ 20 سنه هو كيشتغل على هذا الموضوع ديال توريا الشاوي اللي خداه بواحد شغف كبير، ولكن الاصل المعلومات كلهم جاوا من عند صلاح الدين الشاوي الاخ ديال الشهيده توريا الشاوي. الكتاب اللي يحمل عنوان اختي توريا الشاوي ماسور، توريا الشاوي ماسور. كان تلقى سي ربيع الجوهري مع سي صلاح الدين الشاوي، مشى عنده الفيشي وجلس معاه وخدم من عنده جميع المعلومات جميع التفاصيل واشتغل. وكان ممكن ان هذا الفيلم يدار هذه على الاقل واحد 10 سنين ولا 12 عام، ولكن لظروف ما عاد كتب الله تصور فيه النصف الاول في السنه الماضيه والنصف الثاني في هذه السنه هذه. الفيلم الناس اللي عاقلين على التاريخ اللي شاهدين على العصر حتى هما عطاو اضافات، حتى هما كياكدوا بعض الاحداث اللي كانت وقعات انذاك. توريا الشاوي لو بغيتي نحكي لكم شويه ديال كانت في نفس الوقت كانت ممثلة، لعبت أول دور ديالها في فيلم سميتو الباب السابع لا ساتيام بورت، المخرج أندري زوبابا اللي كان أول فيلم فرنسي كيتصور في المغرب، وكان حتى الوالد ديالها الأب ديالها عبد الواحد الشاوي حتى هو صور في هذا الفيلم. توريا الشاوي أسست رغم صغر سنها أسست جوج جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة، إبان المقاومة في الوقت فاش كانت المرأة ما كتهرش، ما عندها حقوق، ما عندهاش قدرة باش تعبر، ما عندهاش قدرة باش تقاوم، ما عندهاش. كانت توريا الشاوي أسست واستطاعت تأسس جوج ديال جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة وباش تاخذ الصوت ديال المرأة المغربية وتوصلوا تقريبا للعالمية. الإنتاج خاص، متفق معك أنه مغامرة، ولكن هنا حالة خاصة، قصة خاصة، لأنه توريا الشاوي أنا أحمل نفس اسم العائلي ديال توريا الشاوي اللي هي ابنة خال الوالد الله يرحمه. فيعني كان هذا الانتاج كان خصو يكون يطلب اللي يطلب، كان خصو يكون هذا الانتاج، لانه من غير الاسم العائلي اللي كانت قاسموه هذا الاسم ما خصوش يدوز، خصنا لابد نخليو الاثر للاجيال اللي جايو يعرفوا
ويفهموا بانه كانت واحد 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 الوقت كانت واحد الشابه اللي عاشت ما بين 15 عام و 19 عام دارت حياه اللي ممكن كيديروها الناس واحد اخرين في 40 و 60 سنه، هي دارتها عاشتها في 5 سنين. فكان هذا الانتاج اللي بدا يكون، كنتمنى ان شاء الله ان ينال الاعجاب ديال الجمهور ويعطيوه اهميه ويشوفوه. حنا كنحاولوا نوصلوه ان شاء الله غادي نوصلوه، دابا راه في الطور ما في, في, في ما بعد الانتاج في البوست برودكسيون، غادي نحاولوا اننا نوصلوه لاكثر واكبر عدد ممكن من المشاهدين وخصوصا المغاربه. فكان كيحكي لي المخرج انه ليله واحد اللي ناعس كيحلم، ان هو كيحلم بهذا المشروع خصو يخرج للوجود. واحد الليله كيحلم بانه كان جالس وجات عنده اسيا لانه طالبه عنده في فورزازات كتقرا السينما، فكيحلمها انها جات عنده بالصفه اللي كيعرفها ولابسه شي سروال وتريكو من فوق الحلم، هذا حلم، وجات عنده قالت له خصني بغيت نمثل معك. من بعد فاش بداو كيوجدوا الفيلم كيسترجع هذاك الحلم وكيتفكر اسيا، هو كيتفكرها جات عنده في اليقظه بنفس الملابس اللي كان حلمها شافها في المنام، بنفس الملابس شافها قالت له جات هي تطلبه كتقول له انا بغيت نمثل، شوف ليا زعما بغيت ندير معاك عمل، لانه خصني ندير معاك عمل قبل، انا طالبه عندك وخصني ندير معاك عمل. بقى كيشوف فيها وكيشوف كيسترجع الصوره ديال توريا الشاوي، فلقى واحد الشبه كبير بيناتهم، لقى شبه كبير، خداها داها عند الماكيوز وعند الكوستيومير، صوبوا لها قدوا لها، شافوا التصويره ديال توريا الشاوي حطوا هذيك عندي هنايا في التليفون، صوره 95% الشبه ديال توريا الشاوي. كان جزء من النصف تقريبا ديال الفيلم كان انتج من طرف شركه انتاج واحده اخرى اللي كان عندها بفضل الله وربيع الجوهري وهاد شركه الانتاج الاولى حتى هما كان عندهم بزاف ديال 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 التسهيلات، بحال دابا في الديكور ديال في الطياره اللي خديناها من تيت من الليل، خداها المنتج الاول مع المخرج من لايغو كلوب ديال تيت من الليل، لقاو مساعدات كبيره واضطروا باش يصنعوا واحد الجزء من الطياره اللي كيصوروا فيه لانه ما يمكنهمش ما يقدروش ياخذوا الطياره النهار كله ويستعملوها، دونك صنعوا جزء من الطياره. دابا نعطيكم صور كل شيء باش جزء من الطياره. هذه الطياره كانت سيارات كانوا حصلوا عليها، ومن بعد عاوتاني جبنا صورناهم الجزء الثاني من شركه من كناس بأثمان معقولة، والكوستيم حتى هما الشركة اللي أجرت لنا لي كوستيم حتى هما داروا مجهود كبير، كل شيء ساهم وساعد باش الكلفة ديال هذا الفيلم تحاول تنزل، لأنه كلفة كثيرة بزاف وكبيرة بزاف، يعني شركة مغربية شركة إنتاج مغربية بوحدها ما يمكنلاش تصور فيلم وتنتجو من الخاص، ما يمكنش. دونك الحمد لله اللي كانت هذه المساعدات، الحمد لله اللي كان هذا المنتج الاول، ومن بعد عبد ربيه كان منتج ثاني ديال هذا الفيلم هذا اللي تعاوننا عليه، لانه الفيلم كان خصو يخرج للوجود، تصور السنه اللي فاتت وبقى واقف كيف قلت لك لاكراهات الانتاج، والحمد لله قدرنا نكملوا الفيلم، وهذا الفيلم غادي يكون زوين بزاف. المخرج بموافقة ديال صلاح الدين الشاوي حاول يكون واقعي أكثر قدر ممكن باش نحترمه
التاريخ، ولكن كاين بعض التفاصيل ما يمكنش ما مدوناش، ما مكتوباش، كاين تفاصيل ما مكتوباش. انا خرجت من لايغو كلوب ديال تيت من الليل، شنو وقع في الطريق، كاين مسائل ما معروفاش مثلا، اولا ملي كانت قبل ما تقتل، قبل ما يقتلوها كانت في صالون دو كوافير وخارجه باش تمشي لواحد الجمعيه، كاين مسائل كتوقع ما غير مدونه ما معروفاش، ولكن الا شفتي الفيلم فيه الكثير. مي لا فيكسيون كان الجانب ديال الخيال قليل بالنسبه للواقع، لانه القصه مكتوبه من طرف الاخ ديال توريا الشاوي، الكتاب ديال توريا الشاوي ماسور. الفيلم هذا فيه زعما عنده مصداقيه كبيره في الواقع، وبالنسبه للخيال ما فيهش، ما كيطغاش على الجانب الواقعي.